الآن اقبل اعتذاري، أنا لا أعلم شيء عن هذا الفول، ولكن لما سمعت عنه أنا طلعت حرك فورا في معرض أجري بزنس مريوط 2، عايز أسمع حكايته. 25 سنة من الجهد والكفاح والعلم حتى أنتجت المصري صنف إحنا لازم نفتخر به، صنف عملاق بجد. أنا عمري في حياتي ما شفت صنف العقد فيه بيوصل لـ60 و70%، الأصناف العادية بتاعتنا 5%. اشرح لنا بالراحة. مريوط 2 ده صنف جديد ناتج بتهجين بين صنفين مصريين. بدأت البرنامج التربية بتاعه في سنة 1995 بعد حصولي على درجة الدكتوراه. استمرنا في البرنامج ده، طلعنا الـ F1 والـ F2 لحد الـ F10. ابتدينا نقيمه تحت ظروف بيئية متباينة، من الإجهاد المائي والإجهاد وتحت ظروف الملوحة وتحت ظروف الجفاف والمقاومة للأمراض والحشرات والكلام ده كله. بعد ما ثبتت الحاجات دي كلها وتأكدنا أن الصفات دي ثابتة، قدمنا طلب للجنة تسجيل أصناف الحصلات الزراعية بوزارة الزراعة أن احنا عندنا سلالة جديدة وسميناها مريوط 2، عاوزين نسجلها. تم اختبارها، بيتم اختبار أي واحد بيتقدم لتسجيل صنف جديد، في نوعين من الاختبارات بتجري عليها وزارة الزراعة. الاختبار الأولاني اللي هو DUS اللي هو الثبات والتجانس والتمايز. الصنف طبعاً ده بيتقيم لمدة سنتين، ثبت إن الصنف متميز ومتجانس وثابت من سنة لسنة، ما بيتغير صفاته ما بتتغيرش. الاختبار الثاني اللي هو VCU اللي هو الصلاحية والقيمة الغذائية، وده بيقوم به معاهد مختصة في وزارة الزراعة. في أول حاجة معهد بحوث المحاصيل البقولية، قيم الصنف لقاه ماشي مع الأصناف الموجودة التجارية وبيدي إنتاجية أعلى تحت ظروف اللي هي تحت ظروف المطر وتحت ظروف البيئة الصحراوية. بعد كده في اختبار بيتعمل له بصمة وراثية وبتعمل له تقييم للأمراض، ثبت أن الصنف مقاوم لأمراض الزبول والتباقع والأصداء والعفن والجذور. عمل له تقييم للحشرات برضو، نسبة الإصابة تحمل الحشرات كانت أقل من 5%، ووافق على تسجيله. اتعمل له تقييم اقتصادي، كان عائد الاقتصادي بتاعه أعلى من الأصناف التجارية العادية. بعد كده بيتقدم اللجنة للوزير، بيطلع قرار، طلع قرار بتسجيله كصنف جديد. بعد ست سنين عشان يطلع صنف من سنة 2008 لحد نهاية سنة 2014. خلي بالكم.